والناموس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نحييكم بأجمل تحية، وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة ومحبة. هكذا ميدان المرموم تحفة الميادين، الميدان الذكي من يحتضن هذا المهرجان، واليوم الخامس على التوالي ضمن فعاليات مهرجان المرموم في دبي في دانة الدنيا. مشاهدين العزاء، تتواصل الانطلاقات بعد الانتهاء من أشواط الانتاج والمنتجين. الشوط التاسع أعلنت قبل قليل انطلاقته، وهو أول الأشواط المفتوحة. مشاهدين العزاء، خاص بالمحليات البكار في شعارات أبناء القبائل أبناء الخليج الواحد، تتقدم المشاركات وتقودهن. وهذه وغى، هذه وغى على المركز الأول. فيصل بن علي بن عبد الله المهندي ياتي بالمركز الأول وينطلق بمقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني تتقدم في ثاني المراكز وتاتي في المركز الثاني. هناك تدخلت وانطلقت في هذه اللحظات ووصلت مثايل وعبد الله بن حم العامري يقدم مثايل على المركز الثاني، بينما المركز الثالث تتواجد فيه صعوبة، تاتي صعوبة لصالح بن سالم بن محمد بن سليم بن جهويل، تتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث. بينما المركز الرابع، شوف اللي وصلت، اللي اندفعت، كيف لعيلان بن معيوف بن سعيد الشدي تتقدم في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس، وصلت في خامس المراكز وتقدمت، هذه سهم محمد بن سعيد بن محمد لمطوع الخيارين في هذا الانطلاق، يقودها ابو ناصر محمد بن ناصر بن شافي القحطاني في عملية التضمير. بينما المركز السادس، وصلت في سادس المراكز سليل، تاتي في المركز السادس ومحمد بن سعيد بن خميس القايدي يتقدم في هذه اللحظات. اما المركز السابع، وصلت مشاهدين العزاء اللي هي الهنوف، تعود من ملكية السيل بن علي اليبهوني الظاهري يتقدم. بينما هناك المركز الثامن، تقدمت في ثامن المراكز مشاهدين العزاء، وهذه أصيلة متقدمة في هذا الاندفاع وفي هذا أو صليطة، صليطة لخليفة بن سالم برويس الكتبي يقدم صليطة. والمركز العاشر، هناك وصلت في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع، شوف الأسماء وشوف الشعارات العملاقة الثرية لصالح بن سيف بن حمد بن سالم الظاهري. هذه النتيجة للمراكز الأولى في هذا الشوط الذي يحمل أول الأشواط المفتوحة. بعد الثمانية الأشواط في أشواط الانتاج، كذلك الخاص بالبكار الإذاع المحليات الأصايل في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق الكبير، في هذه المشاركات الفعالة. المرموم 2017 غير تحدياته، غير انطلاقات المرموم. يا سلام يا سلام يا سلام، أعود إلى المركز الأول مرة ثانية، البحث عن السيارة وعن الزعفراني والناموس والنقطة الثمينة في المرموم، عوده إلى المركز الأول. هناك تتقدم مشاهدينا متابعين الكرام وتقود مساري هذا الشوط مثايل عبد الله بن حم العامري تتقدم وتقود مساري هذا الشوط، تندفع بالمركز الأول، تتحمل مسؤولية هذا الشوط على عاتقها وتقود الإبكار الإذاع المحليات الأصايل. بينما المركز الثاني، صعوبة تاتي في المركز الثاني، وصالح بن سالم بن محمد بن جهويل يتقدم. بينما واصل بن دري مشاهدينا الأعزاء مقدم لنا
من حاشة، الذياب بن سالم بن درية الفلاحي يتقدم، من قدم لنا نقطة في هذا الصباح هذا الشعار وقدم السايحة بالناموس والفوز. الله يا أبو حمد على هذه المشاركات خصيصا في الختاميات، وهذه ذخيرة الأصايل التي تنطلق وتبان في هذه الأيام. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت وتحركت وغى فيصل بن علي بن عبد الله المهندي، وصل المهندي. هناك الخيارين يتقدم كذلك من الجانب الآخر، وبن شريم قادم وكل الأسماء قادمة، وشواهين راشد بن عبيد الكتبي يتقدم في هذه اللحظات، بن رشيد يأتي في هذا الاندفاع. يا سلام الموقف وانحناء الميدان، انحناء الميدان في الأمتار الأخيرة، واتجاهنا مباشرة إلى خط النهاية إلى السيارة والناموس. بن حم، بن حم هو الأقرب بالناموس، بن حم على رأس حربة هذا الشوط، بن حم الذي يقدم مشاهدي العزاء مثايل، مثايل عبد الله بن حم العامري يتقدم، عبد الله بن حم العامري بدأ يتقدم على المركز الأول، مسيطر على مقدمة الشوط بعد لوحة الإعلان. ولكن شوف بن رشيد مع شواهين راشد بن عبيد بن علي بن رشيد الكتبي بدأ يتحرك على المركز الثاني، ذياب بن سالم بن دري الفلاحي على ثالث المراكز مع من حاشة بن شريم من الجانب الآخر. ولكن أيضا قدوم هنا من مزون لخ خالد بن سعيد بن سالم المري تتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع. يا سلام بدأت الأمتار الأخيرة الفاتنة لزايد بن محمد بن زايد المنصوري بدأت تتحرك وبدأت تنطلق. يا سلام هناك شجون لحمد بن طالب بن شريم المري الرباعية، ولكن مسيطرة على مقدمة الشوط مثايل وتزين فيها المثايل، مثايل على المركز الأول، مثايل ترقص تتربع على عرش المقدمة تنفرد بالمركز الأول على هذا الأداء، على هذا الأداء من بداية الشوط وحتى نهايته. مثايل. الله يا بن حم، الله يا بن حم على الفوز، على الناموس، على السيارة. السلامات العين الصباحية من ميدان المرموم مع مثايل. عبد الله بن حم العامري يقدم مثايل على المركز الأول، تنفرد بالمقدمة، خلاص أعلنت الفوز، أعلنت الناموس، أعلنت السلامات الصباحية لأهالي العين وتهانينا. يستاهل بن حم، يستاهل هذا الفوز وهذا الناموس وهذه مثايل. عبد الله بن حم العامري يعلن مثايل وفوزها وناموسها في هذا شوط المركز الثاني الفاتنة لزايد بن محمد بن زايد المنصوري، المركز الثالث مزون لخالد بن سعيد بن سالم المري، المركز الرابع وصلت في شجون لحمد بن طالب بن محمد بن علي بن شريم المري، الخامسة الحبسي، الخامسة رقم 9 اللي هي شواهين لراشد بن عبيد بن علي بن رشيد الكتبي. هكذا كان الشوط، كان الشوط المثير مشاهدينا الأعزاء على أرضية هذا الميدان بالتحديات وهذه مثايل اللي تحلى فيها المثايل. حملت السلامات العيناوية الصباحية 9 دقائق وجزئين من الثانية، توقيتها الزمني الممتاز الرائع. مثايل تهانينا لمالكها عبد الله بن حم العامري على هذا الفوز وانتزاع سيارة هذا الشوط وناموسة، بينما المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز وهذه الفاتنة قطعت المسافة 9 دقائق وثانيتين بالوفاء والتمام. تهانينا لزايد بن محمد بن زايد المنصوري في هذا الانطلاق، وسلام يا الظفرة كذلك على هذه المشاركات الفعالة والجميلة. والمركز الثالث نشوف الثالثة اللي وصلت اللي هي مزون كذلك بتنافسها وتحدياتها، 9 دقائق و3 ثواني و6 أجزاء من الثانية، توقيت مزون في هذا الانطلاق ومالكها اللي هو خالد بن سعيد بن سالم المري، يستاهل الفوز.